خليك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين في برنامج خليك وحش. معايا أنا بهاء الجمل مع الكابتن إبراهيم باحشوان. كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وانت بخير يا كابتن. كل عام وانت بصحة وسلامة والمستمعين الأعزاء، وإن شاء الله نقدم حلقة تفيد المستمعين كلهم بإذن الله. إن شاء الله. طبعا موسم الأكل لسه دوب ومخلص، والعيد وخلصنا عيد ورجعنا لمحاسبة النفس زي ما يقولوا، من بعد تخبيص أكل رمضان وعزائم رمضان ومفطحات رمضان سمبوسة رمضان. تعرف أنت عالم البوفيهات المفتوحة في رمضان صحيح. لما يبدأ يشتغل صحيح. الحقيقة هو رمضان كانت فرصة مناسبة لمجموعة كبيرة من الرياضيين أنه استغلوا الوقت هذا، خاصة في وقت النهار كان في مجال كبير للتخسيس وانقاص الوزن. برضو قدمنا نصايح أنه كيف يتمرن في رمضان وكيف ما يكون في ضغط وجهد كبير عليهم. لكن كمان برضو كان في نفس الوقت أنه في برضو فرصة للناس اللي عندهم نقص في الوزن وحابين يرفع أوزانهم، فكان برضو في فرصة. وطبعا كان اكل مفتوح وزي ما قلت تبو فيات وعشاء وحلا كثير فطحات وحلا واشكال والوان الاكل صحيح. وكان في حماس في التمرين يعني، وكان في مجهود واضح، وكان في النوادي كان فيها ضغط شويه كذا. الحين ثقافه الوعي بدات تزيد، وهذا شيء جميل انه الناس بدات تلتزم في رمضان وتعرف انه التمرين في رمضان ما يكون بجهد عالي جدا، لكن بس برضو اهم شيء انه ما نقطع وندمر اللي احنا بنيناه قبل رمضان. فرمضان كان فرصة انه الواحد يحافظ على الشيء اللي هو وصل له. صحيح. طيب اكيد طبعا كان في مفاجأة بالنسبة للناس لما راحت تنزل تقضي للعيد، الوسط زاد انش نقص انش، التيشيرت مبين الكرش. فعلا هذه معاناة، قابلت شباب اصحابي كثير يقول لي والله ما قضيت، انا كل ما اجرب تيشيرت يقول لي اكيد كبير صغير ما ادري ايش. ف يعني فرصه دحين انه الصدمه هذه تصحي بعض الناس انه اشتري اللبس هذا الصغير اللي انت نفسك فيه صحيح، وحطه هدف عندك انه ترجع تظبط جسمك على هذا اللبس. اكيد ايه. ايش النصايح من بعد العيد للناس اللي ما لحقت نفسها او انه ما لحقت تضبط جسمها او ما استغلت رمضان في انقاص الوزن او زياده الوزن؟ صحيح. طبعا زي ما قلت انت كان كانت زي الصدمه لبعض الناس بالنسبة للملابس، في ناس كثير غيروا ملابسهم وما قدروا يلبسوا اللبس اللي أخذوه للعيد، ما تهنوا فيه يعني صحيح. كان في إفراط في الأكل. لكن برضو حكاية أنه تأخذ قطعة تيشيرت وتخليها مثلا تلبسها مثلا بعد فترة تعتبر فرصة مناسبة عشان تكافئ نفسك، أنه مثلا إذا وصلت للوزن هذا المستوى هذا يعني تقدم هدية لنفسك بهذا التيشيرت أنه وصلت للمستوى هذا صحيح. طبعا رمضان زي ما قلنا كان في فرصة لإنقاص الوزن وزيادة الوزن، لكن مهما كان في ظروف سواء أعياد أو إجازات أو سفر أو شيء، فالواحد توقف عن التمرين، فهنا صار في إرباك ودربكة شوية بالنسبة للاستمرارية في التمرين صحيح. فالقطعة هذه مهما كانت قصيرة أو طويلة لازم الرجعة للتمرين ما تكون بنفس الشدة بنفس التمارين، طبعا لازم ناخذ الحذر فيها ونعرف كيف نتمرن وكيف نبدا من جديد شوي عشان ما نتعرض لاصابه وتمزقات عضليه. في ناس تزعل من نفسها يعني تحس انه جاي رايح النادي عاقب نفسه. هذه طريقه خاطئه طبعا. اكيد لازم تكون يعني مراعي اول شيء انه جسمك له فتره انه ما تمرن، عضلاتك فيها خمول تبدا تصحيها شويه، في ارتخاء في العضلات بالضبط، قله نسبه الاكسجين في الجسم تخف، ولخبطه النوم اصلا صحيح. لخبطه النوم اللي صارت في العيد او لبعض الناس في رمضان بتاثر برضو على صحه الجسم بشكل عام وصحه العضلات ونشاط الجسم وتقبله لصدمات ثقيله من نوعها في التمرين. اكيد هو المشكله ان احنا مثلا هي تعود على 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 عادات او اسلوب حياه عودنا عليه،
المفروض انه في الاجازة ما نوقف التوقف التام هذا مرة، احنا مجرد نقول اجازة خلاص نبتعد عن كل شيء، يقول فترة راحة خلاص بريح. يصير نوم بزيادة، يصير كسل، يصير عدم اهتمام على عارف ايش، يعني حتى لو انت مسافر مثلا في في في, في نزهة او في سياحة، فالمفروض انك تتمرن اقل شيء 3 أيام في الاسبوع او 2 أيام في الاسبوع، بحيث انك ما تفقد المستوى اللي وصلت له في اثناء التمرين او اثناء الجهد اللي راح. صحيح. فالتمرين مطلوب لكن بتوازن، الاجازه برضو ناخذها مثلا بتوازن، عدم الافراط في الاكل، لانه اثناء التمرين احنا كنا بناكل بس بنتمرن بنحرق اللي بناكله عارف اقل شيء. صحيح. حاليا اصبح ما في تمرين، في راحه تامه. صح. فمهما اكلت مهما حافظت، الاكل اذا ما كان باتزان يتحول الى دهون في الجسم، وهنا بتفقد المستوى اللي وصلت له اخر مره. صحيح. انا من الناس اللي فعلا يعني احب اكل كل اللي انا ابغاه، بس ايش اقول، لانه اهم شيء اوزن الكفه ويكون في معها تمرين. ممتاز. وقفت التمرين احاول ان انا اضبط النظام الغذائي. صحيح. حقي بحيث انه لازم تتوزن الكفة. أكيد. كفة الجسم هذه اللي هي الغذاء مع الرياضة. أكيد. كفتين لازم تتوازن. طبعا في ناس كثير استمرت، يعني نهنيهم فعلا، هذا يكون لهم أول رمضان مثلا يجربوا التمرين فيه ويتفاجأ قديش أنه الجسم بيتجاوب معاك في رمضان، يعني حتى مع أنك صايم وتحس أنه في جهد بيبذل، لكن انه ما في ذاك التعب الشديد. صحيح. اللي الناس بتتخيله. صحيح. انه تمرين رمضان متعب، في مبالغة في الـ في الـ في, الـ في التصور، في التصور انه رمضان حيكون مره مجهد، انه ما حقدر اكمل تمرين، ما حقدر. بالعكس، هي تلقاها فرصة سواء للتخسيس او انك تساب الحجم العضلي في رمضان. لكن زي ما قلت انت صحيح، التركيز على الاكل ونوعيه الاكل وكيف تاكل، كيف تنظم وجباتك الغذائيه، وكيف تتمرن بالطريقه الصحيحه، هو ذا افضل شيء. ودائما نقول لكل وقت ولكل فتره نوعيه التمرين الخاصه فيها. تمام. الناس اللي لغايه الحين ملخبط نومها، اول شيء المفروض هم يضبطوا اول شيء النوم، تعديل النوم اكيد قبل ما يفكر في التمرين. طبعا لانه شوف، مستحيل انت تروح النادي او الجيم وانت مثلا ما تكون شبعت نوم، او انت لسه ما انت فايق للتمرين. لازم تكون ماخذ كفايتك في النوم، اقل شيء 7 ساعات تكون متواصله، وتكون هذه 7 ساعات تكون فتره ليليه. الفتره الليليه هي. لسه بقول لك، لانه احنا صار يومنا صباحنا ليل وليلنا صباح. صار العكس. صحيح. هي. فهل اللي بينام الصباح ده جسمه هل فعلا بيكتفي من النوم؟ لا ابدا لازم تكون الفتره ليليه في المساء، سبحان الله، لانه فتره النهار تعتبر فترة الهدم، البناء سبحان الله في الليل، وجعلنا الليل سباتة، ففترة البناء الجسم واكتمال الأنسجة العضلية تكون في الليل. طبعا بعد ما يكون أكلت الوجبة المناسبة المفيدة وتخرج للنوم الراحة، سبحان الله، مع مرور الدم في العضلات بتكون الأنسجة العضلية اللي هدمتها في النادي أثناء النهار. صحيح. فمهما كان نوم النهار أبدا ما يعوض نوم الليل. جميل. أهم شيء النوم يزبط، والنظام الغذائي نرجع نظبطه. صحيح. خلاص خلصت العزايم حقت رمضان والحلويات. صحيح. واللقيمات والأشياء هذه، المعجنات أنواع المعجنات. فعلا أنا بصراحة افتريت، أكون معاكم صريح. ما خليت نوع سمبوسة والله بصراحة. أنا بصراحة يعني يمكن رمضان بيعني لي شربة وسمبوسة. صحيح. يعني هذه الاثنين بتعطيني ميكس غذائي نشوياتي. الواحد ينتظر هو شهر بس أنا يعني. لكن أبشركم يعني أول رمضان استمر لآخر يوم رمضان في التمرين. يعني أنا كل سنة يعني أتمرن أسبوع أسبوعين، وبصراحة يعني أفصل في نص رمضان، لكن هذه السنة الحمد لله يعني كان برضو زميلنا فادي الشهري بيتابع معايا يوميا. صحيح. بيقول لي ها ايش سويت في تمرينك؟ لا استمريت لين اخر يوم في رمضان، وبصراحه كان جدا ممتع. الساعه اللي قبل الافطار، يعني كنت اروح من 5 لـ 6 واعطي ساعه كذا قبل الافطار، فعلا جدا ممتعه بشكل يعني غير طبيعي. انا استمتعت. صحيح. فعلا. صحيح. في تمريني اللي هو في الساعه او الساعتين اللي قبل الافطار هذا. اكيد. طبعا حنعطي اليوم نصايح بشكل عام، كيف رجعتنا للتمرين، زائد الناس المسافره، هذا حنتكلم عنها في اللينك القادم. الناس المسافره
كيف تحافظ على نفسها؟ ايش التمارين اللي ممكن او حتى مثلا الناس دحين مثلا لو انه يمكن في بعض النوادي لسه مقفلة على مظن معيدة ما فتحت، كيف هو مثلا يحافظ على جزء أو بسيط من التمارين المنزلية يستغلها في أي شيء؟ صحيح أيه. والحقيقة شوف أنا أقول لك أصبحت اللعبة متعة، يعني ما صارت مثلا شيء إجباري أو شيء ما ضغط عليك، عارف صح. حتى في السفر أو في الإجازة تستمتع بالرياضة، تستمتع بالساعة من يومك كذا، عارف في جيم، في ممشى، في حديقة، في أكثر من طريقة تستمتع فيها، بحيث أنه ما تخسر المستوى اللي وصلت له، عارف، لأنه كثفت الدم كل ما قلت في جسم، كل ما أنت خسرت المستوى اللي وصلت له، سواء في شد الجسم أو التخسيس أو بناء عضلات. استمتع بحياتك وتمرن. طيب مثلا لو يبغوا يحافظوا، يعني مثلا في ناس تقول لك لا انا ما في حيل اروح التمرين في رمضان مثلا، ممكن وفعلا برضو احيانا التمرين بعد الافطار في النوادي يكون في كثافه في النادي، صحيح. يعني انا حمسك سيره على بين ما اخلص، يعني الشيء اللي يجيب مثلا حياخذ معي 45 دقيقه حضطر اخذ منه مثلا ساعه ونص على بين ما اخلص تمريني. ممكن في تمارين منزليه طبعا ممكن ننوه عنها أكيد. ونقول مثلا 3-4 تمارين منزلية على أساس بس تحافظ على المستوى اللي أنت وصلت له، ما راح يزيد طبعا لأنه ما راح يكون فيها طبعا محافظة، هي للمحافظة. صحيح بالضبط، للمحافظة طبعا. التمارين المنزلية طبعا هي يعتمد على الشخص، ومثلا حاب يخصص أو حاب مثلا يحافظ على مستوى جسمه طبعا. إذا كان حاب مثلا يحافظ على مستوى جسمه، من افضل التمارين اللي في البيت اللي تعملها البوشب تمرين جدا جدا مره مهم، فانت بتشغل اكثر من عضله في نفس الوقت. صحيح. العضله الاساسيه اللي عضله الصدر طبعا تاخذها بكذا زاويه، صح. ممكن تلعب ضيق وواسع، الزوايا ممكن ترفع رجلك فوق وتنزل رجلك تحت، عارف، صح. تلعب على الجدار، تلعب على الارض. من ضمن التمارين كمان تلعب السيت اب اللي تمرين البطن، تلعبها باكثر من طريقه واكثر من زاويه، صح. الدراجه، ترفع الرفرفه الرجول، الاشياء هذه، تلعب الفري سكوات، صحيح. في البيت ممكن يكون عندك في البيت مثلا ترى طريقه سهله تعمل عقله، الحين صارت متوفره في حالات في كل مكان. إيه. انا اصلا ما اخذ بيت الا على طول اثبت العقله فيه، اخليها على ايساي ما اتمرن فيها كل يوم، لكن فعلا في اليوم اللي احس نفسي مقصر فيه على الأقل ألعب في العقل اللي محطوطة في البيت. بالضبط. تمرين الحبل جدا مهم. فهذه نط الحبل بصراحة تمرين ساعدني في إنقاص الوزن بشكل سريع جدا. أكيد. إيش فائدة يعني أنا أحس إنه الجسم كله بينزل بنفس المستوى في تمرين نط الحبل. والله بها أشوف الحبل يعتبر من تمرين الكارديو والخطيرة جدا. يعني تتقارن بالجري على السير، تتقارن بالكروس، تتقارن بالستيرز، احسه اقوى. واحيانا طبعا انت كل ما تقدمت في نطع الحبل، وكل ما صارت الفتره اطول، وكل ما اختلفت عندك التشكيل والتنويع في الحبل، صارت اقوى، وصارت التسارع في دقات القلب، هذه اهم شيء نقدر نوصل لها، صارت الفائده اكثر، صار ضخ الدم يوصل لجميع اعضاء جسمك، هنا تعمل الفائده، ويكون فيه نسبة حرق للدهون مرة كثيرة. حلو، هنستكمل أكيد بعد الفاصل، خليكم معنا على السماء ونعرف أكثر عن تمارين نط الحبل وعلى تمارين خلال السفر وتحضيرات اللي مثلا ممكن تجهزوها معاكم وتكونوا جاهزين قبل السفر، لأنه في كثير ناس مستعدة وشادة الرحال أكيد. على أساس أنها تسافر. خليكم على السماء وراجعين بعد الفاصل. خليك وحش ومكملين معاكم في برنامج خليك وحش، معايا أنا بهاء الجمل والكابتن إبراهيم باحشوان، وراح نستكمل فوائد نط الحبل. لسه كنا بنتكلم مع مخرجنا الجميل محمد اليوسف عن أهمية التشكيل والتكرار، صحيح. وضح لي هي أكثر، ووضح للمستمعين إيش الفرق بين التشكيل والتكرار، و ايش انواع التشكيل بالضبط. طيب ممتاز. زي ما قلنا نط الحبل يعتبر من تمارين الكارديو اللي هي تمارين الرئتين وضخ الدم في الجسم، ففيها يعتبر شده في التمرين، يعتبر فيها حرق للدهون،
واعتبر فيها تمارين للتوازن والثبات. صح. هذه من فوائدها. طبعا كل ما كثرنا في التكرار للاعداد والجلسات كل ما كان الفائده اكثر للجسم، لانه الجسم في لحظه من الوقت بيتعود على نمط معين، فتصبح مثلا لما يتعدل بتسويها ما عاد صارت تفيد معك، يتوقف الجسم عندها. فانت لازم تكسر المية هذه، مثلا تخليها مثلا 200 في جلستين او 3 في 3 جلسات. برضو التشكيل في نوع النط، رجل او رجلين مع بعض، او التمايل يسار يمين، او زي حركه الاستيب او العكس الريفرس بالحبل، هذه بتفيد العضلات الاماميه للرجل، العضلات الخلفيه، وتفيد الوسط والجذع والظهر والاكتاف والتراي والباي، فمفيده وفائده عظيمه جدا. وفي بعض الملاحظات كانت تجيني لما كنت انط حبل انه انا اشد بطني وانا بنط الحبل. أكيد. بحيث انه برضو اشغل البطن، ما يكون في ترهل. ستايلك ووقفتك طبعا اكيد مفيده جدا ومهمه اثناء نط الحبل، اتخاذ الزوايا في تغيير الحبل، الاعداد والتنويع والتشكيل، هذه كلها مفيده للجسم، مفيده للافخاذ والجذع السفلي من الجسم، لانه التوازن والثبات من اكثر الفوائد المكتسبه من تمرين الحبل. دائما اسمع انه الجزء السفلي من الجسم هو اهم جزء على اساس يقدر يشيل الجزء العلوي، فاذا أكيد. كل ما قويت الجزء السفلي أكيد. كل ما استفاد اكثر الجزء العلوي. اكيد. لذلك تلاحظ انه اكثر لعيبه الدفاع عن النفس من ضمنهم الملاكمه يعني احنا يمكن نط الحبل اغلب افلام الملاكمه، افلام محمد علي كلاي، في افلام كثير نشوفها ان الملاكم اغلب تمرينه اساسي. لانه شوف انت بتشوف الملاكم دائما شغال فوق، لكن الثبات تحت، التركيز تحت، اول ما يهتز الملاكم من تحت خلاص راحت عليه الجوله. صحيح. فهو بيعطيك ثبات ويعطيك قوه تحت ويعطيك تمركز، انه الجذع مهم جدا في الجسم. صحيح. ويساعد في تنظيم النفس طبعا. لانه نط الحبل يبغى له نفس الجري تقريبا. اكيد. الشهيق والزفير يكون معك مع النطه، بحيث انه ما تسبب لك دوخه او احتباس في التنفس اذا ما تنفست كويس في نط الحبل. اكيد. احنا زي ما قلنا هي تمارين الكاردو اللي هي الرئتين والتنفس الدوره الدمويه، هذه كلها طبعا اساسي جدا في تمارين الحبل. وسرعه حرق الدهون فيه عاليه جدا طبعا. إيه، لأنه أنا بصراحة لمست هذا الموضوع فعلا في تنقيس الوزن، لما تجاهلت جسمي فترة من الزمن، فترة من الفترات، واحد نصحني قال لي أسرع شيء حينزل وزنك اللي هو نط الحبل. أكيد. فعلا وصلت يمكن 300-400 نطة، وفعلا نزول كان كثير. حتى يعني الكابتن اللي كان في النادي تفاجأ بالسرعة اللي نزل فيها وزني. صحيح. لكن كنت مواظب لأساس أنه اليوم سويت 100 مستحيل بكرة أسوي 100، لازم أسوي 120 أقل شيء. فكل يوم كان في عندي عد تصاعدي. صحيح. وفعلا شد المعدة كان مساعدني جدا. ممتاز. طيب الناس المسافرة. ممتاز. اللي بيجهزوا لشد الرحال لأي مدينة، إيش الأشياء الأساسية اللي ياخذوها معاهم، وإيش النظام اللي يحافظوا عليه بحيث أنهم ما يخسروا التمرين اللي هم تمرنوه مثلا؟ والله شوف، يعني من النصائح اللي نقولها مثلا اثناء السفر، انه انت مسافر استمتع بوقتك، يعني عارف المشي مطلوب جدا، الواحد يستمتع به، يمشي قد ما يقدر وهيتعرف على المدينه اللي هو فيها. اكيد. صحيح. ركوب الدراجه مهم جدا، يعني لو مثلا في امكانيه مثلا تستاجر الدراجه وتتمشى فيها، هذا طبعا يعتبر كارديو. حاليا اصبحت النوادي متوفره في كل مكان، مش تكون في الفنادق مثلا، حتى مثلا نكون في الاحياء الصغيره، تلقى نادي صغير. اكيد. يعني هم حينزلوا في فندق، فاكيد في نادي. فاكيد في نادي. صحيح. السباحه جدا مهمه، تعوض مثلا اذا انت مثلا بتعمل تمارين مجهده في حديد وتبغى ترتاح شويه من الحديد، السباحه جدا مهمه مفيده لجميع الجسم، سواء الصدر، سواء الظهر، الاكتاف، وحتساعد في تشكيل الجسم ورسم الجسم طبعا. صحيح. اشياء بسيطه ممكن تعمل مثلا في تمرين السيت اب، عشان مثلا ما تفقد المستوى المميز اللي وصلت له مثلا لوسطك او بطنك، فممكن تعمل تمرين السيت اب في البيت، تعمل مثلا الحبل على خفيف،
هذه الأشياء البسيطة تستمتع فيها أثناء السفر، مو شرط تكون مثلا بإجهاد أو بعنف زي ما كان في الأيام العادية. الشيء المهم برضو أنه لا تفرط في الأكل، يعني كل باتزان حتى لو كنت في الإجازة، عشان بس يعني ما تخسر المستوى اللي وصلت له أثناء تمرينك. هذه مشكلة مهمة. ويحافظ برضو على نفس نظام الوجبات، الإفطار ضروري جدا صحيح. كما قلنا أكيد في حلقات كثيرة من خليك وحش، الإفطار لا تحاولوا أنه كن تقول أنا مسافر يعني خليني نايم خليني مرتاح، حاول أنك أنت على الأقل تصحى وتفطر، ولو تبغى مثلا تريح بعدها ريح ما عندنا مشكله، بس اهم شيء تحافظ على وجبه الافطار. اكيد. والشوفان يعني متوفر في جميع دول العالم، في جميع دول، اصبح هوس الشوفان حاليا. انا بصراحه من الناس اللي ما كنت اكل شوفان بصراحه، بس اخذت نصيحتك كابتن وبدات فعلا احرص ان انا ملعقه عسل مع شويه شوفان مع شويه حليب. ممتاز. يعني من جد حسيت انه فعلا ملاحظتك لما انت تقول لي بيملي المعده فعلا هي شويه، لان باكلها بس بحس انه في اكتفاء للمعده، الشبع تحس انه شبعان. ايوه بصراحه انا تفاجات يعني، لانه غني بالالياف وفيتامينات ويعتبر مصدر للطاقه مره مره مفيد جدا. وحاليا اصبح في تطور في اللعبه بها، يعني عارف كيف اقول لك، اصبح في تنافس للشركات كيف كيف يخدموا اللعبه، هذا شيء مره مميز صحيح. يعني اصبحت الوجبات من ضمنها الشوفان، هذا في نكهات كثيره عارف، انا ما تحب النكهه هذه، في النكهه هذه، في بالفراولة، في بالمشمش، في نكهات كثيرة جدا. مو سيء هو يعني بصراحة، يعني حبوب القمح هذه الذرة اللي كنا نفطر عليها الصباح تقريبا ترى قريب، يعني مو بعيد عن طعمها، يعني اللي مو بعيد عنها. أيه. بالضبط. لا هي وجبة ممتعة، بس أنا أقول انه يعني حتى ولو اشتكيت مثلا، لا مثلا ما عجبني ضيف، يعني انا ضفت ملعقه عسل، بالله سلام عليك، ضيف حبه موز صحيح، حط معاها اي فاكهه تعجبك واخلطها معاها واستمتع فيها. في ناس بيضيفوا عليها تخيل البيض، يبغوا بروتين اعلى عارف. لا كذا انت هتنفر الناس يعني. والله العظيم انا ما مصدق، يعني في ناس يقول لك بحط عليه بيض ما اعرف، وجبه غدا دي اكيد مو فطور، صعب. لا فطور عالم عارف بتكسر الدنيا. لا احنا بجالسين نحليه، نعطيه لمسه سكر صح شويه. صحيح صحيح صحيح. بس بيض لا صعب صحيح. يعني انا ما راح استحمل البيض. يعني ممكن اكل بيض مسلوق لوحده ايوه ما عندي مشكله، بس انه مع الشوفان صعب. طيب يعني احنا بنحاول احنا نلمح على التمارين المنزليه بصراحه، يعني مو يعني احيانا انا مثلا متعود اطلع الساعه 7 الصباح اتمرن، ما تمرنت اليوم ممتاز، ما راح اعمل يعني ما راح اتجاهل انه اتمرن اليوم، فممكن نستعوض عنها بتمارين منزليه. اكيد. نحاول نزود من التمارين المنزليه برايك كابتن؟ والله شوف، لو الناس عندها تنقل كثير، فترة إجازات، لخبطة في النوم، هل فعلا أنه أحاول أنه أنا أمرن نفسي في البيت وأحاول أن أعمل برنامج منزلي أعوض فيه شوية من التمارين؟ أنت ممكن تكون تعويض مؤقت، لكن مش بس ما راح يكون مثلا استبدال بالجيم، لكن يقول مثلا انه فاتك تمرين مثلا ممكن تتمرن في البيت صحيح، ممكن عارف، بس لازم يكون عارف هو التمارين او طريقتها او انواع التمارين، لانه بصراحه تاخذ وقت لما انت تلاقي زاويه معينه في البيت ترتاح في التمرين فيها، ونوعيه التمرين اللي انت حتتمرنه ضروري انك انت تكون مرتاح، تعرف التمرين يبغى له مكان مريح. الحقيقه احنا تكلمنا في حلقه سابقه قبل كده انه كيف تتمرن في البيت، من اهم عوامل تمرين البيت المكان المناسب في البيت. صح، لازم يكون المكان مريح، لازم يكون المكان محبب لك انت، وفي اضاءه تهويه، المكان يكون ما يكون ضيق مثلا، ما يكون تحت الدرج، ولا ما يكون مثلا مرمي في اي زاويه. صحيح. هذه اشياء عوامل مره مهمه تساعدك في التمرين في البيت. انت ممكن مثلا تعوض على التمرين، يكون عندك مثلا طقم دامبل صغير كذا تعوض فيه، ممكن يكون عندك البنش حق تمرين البطن صغير كذا برضو، هذا يطبق برضو يحطيه مكان صحيح. ايوه ممكن تستغل العقله زي ما قلنا الثابته هذه. جميل. فهذه بتعوض عن تمرين الجيم مثلا لو فاتك تمرين في النادي، لكن نرجع نقول التمرين في النادي هو الاساس صحيح، لانه ادوات السلامه متوفره اكثر. أكيد. في النادي اكيد.
جميل. حنرجع نستكمل معكم مستمعينا في برنامج خليك وحش مع الكابتن إبراهيم باحشوان. حنستقبل اتصالاتكم في الفقرة الجاية. أذكركم في أرقام تواصلنا على 012-61-61-100 أو 011-17-85-85 لأسئلتكم واستفساراتكم. خليكم معنا على السماء، راجعين بعد الفاصل. خليك وحش. ومستكملين معاكم حبايبنا في برنامج خليك وحش، معايا أنا بهاء الجمل والكابتن إبراهيم باحشوان. أذكركم في أرقام تواصلنا على 012-61-61-100 أو 011-217-85-85. ولو عندكم أي استفسارات تقدر تتواصل معنا عن طريق الاسمس على STC 85-1040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-1-3-1-3. طيب كابتن، زي ما كنا بنتكلم عن الناس اللي مسافرة تحاول انها هي ما تضيع يومها في التسلية كله، يحاول انه هو على اقل يعطي نفسه نص ساعة او يستخدم المشي او يستخدم الدراجات او النادي حق الفندق اللي هو ساكن فيه، بحيث انه هو ما يخسر كل شيء هو بناه لو كانت اجازة طويلة مثلا. صحيح. نصايح اخرى من ناحية التغذية، من ناحية العودة للتمرين مثلا للناس اللي راجعة بعد العيد وحابة ترجع للتمرين. ممتاز، سؤال مهم جدا. الحقيقة في كثير من الشباب طبعا بعد التوقف مثلا إذا كان مثلا أسبوعين أو أكثر بيرجع للنادي، يكون متحمس، يكون مندفع أكثر. هذا من الأخطاء الشائعة دائما يرتكبوها الشباب. طبعا اثناء توقف احنا زي ما قلنا انه يكون في ارتخاء في العضله، يكون ضخ الدم يوصل للجسم بطريقه اقل، نقص الاكسجين في الجسم برضه يكون ياثر على العضله نفسها. فالمفروض انه اذا كان اسبوعين واكثر ما نرجع بنفس الكثافه ونفس الشده حق التمرين. في شيء اسمه التمرين الشامل، ما استعجل والعب التمرين الشامل. هذا الشامل اللي هو طبعا عباره عن العب جميع عضلات جسمي لكن باوزان اقل بشكل كبير مره. صحيح. هي جسم شويه شويه تدريجي، وابدا ازود في الاوزان مع الايام شويه شويه حتى اوصل للمستوى اللي كنت واقف عليه قبل ما اوقف. والرجعه حتكون يعني مو ذاك البطء، حتكون سريعه، ما حتطول بالضبط، يعني اسبوع يعني اسبوع كفايه بالكثير. حيرجع للمستوى اللي كان ملتزم في نفس التمرين وملتزم باسلوب غذاء مميز ويكون مناسب. برضه يكون النوم، يكون ياخذ كفايته في النوم عشان يرجع ويعوض النقص اللي صار في 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 الكزين اللي في العضل وضخ الدم. طيب الناس اللي كانت بتاخذ مكملات غذائيه مع رجعته يرجع مع المكملات ولا يستنى شويه على المكملات؟ لا، انا اشوف انه اول اسبوع يكون بدون مكملات غذائيه لانه حيكون شامل ويلعب جيب جسمه فيها هذه تهيئه او تجهيز الجسم للعوده مره ثانيه، فتكون بدون مكملات. بعد ما يرجع جسم نفس المستوى يبدا ياخذ مكملات لانه ما حيكون في ذاك الشده وذاك الضغط على التمرين في البدايه شويه شويه عشان ما ناثر على العضلات، ما يصير في تمزق، ما يصير في الاوتار فيها اصابات وفي المفاصل. بس يعني تنصح انه يعني ما يرجع التمرين بمكملات، لا يحاول انه يريح بطنه ويريح عضلاته شويه، يرجع يعني زي يحمي شويه. صحيح صحيح. انا برضو بنصح كمان حتى المكملات يعني المفروض ما تكون مستمر على طول الوقت، يعني حتى لازم تفصل في تعاطيها وتاخذ المكملات هذه. انا سمعت تقريبا بالكثير 3 شهور ولازم تعطي جسمك شهر اقل. جسمك صحيح، جسمك لازم يرتاح من البروتين، من المكملات، من الامين، جسمك لازم يرتاح شويه وترجع مره ثانيه لانه الجسم بيتعود على الاشياء هذه كلها، بس ما يعطيك الفائده المطلوبه منها. لازم تاخذ لك راحه شويه، تريح اعضائك الداخليه، الكبد، الكلى، من الضغط الزايد عليها من الاشياء هذه كلها وترجع مره ثانيه. جميل. طيب الاشياء مثلا اللي
يعني خلينا نقول احنا قلنا هيتمرن شامل و نظام، قلنا تكلمنا عن النظام الغذائي. النظام الغذائي وإيش في كمان مثلا ممكن الشخص يحرص عليه، يضبط نومه والنظام الغذائي وتمرينه يكون شامل. صحيح. في نقطة برضو حابة أتكلم فيها، شرب الموية مهم جدا قبل التمرين وأثناء التمرين بعد التمرين، لأنه الجسم سبحان الله يحتاج سوائل، يحتاج موية عشان ما يصير في عندك موضوع الجفاف، ما يصير عندك موضوع لأنه أثناء التمرين بيصير فيه تعرق ونقص في الأملاح، ونقص في الأملاح هذا بيسبب تشنجات شد عضلي ويسبب جفاف ويسبب اضطرابات في دقة القلب. فننصح بالاكثار من شرب المويه سواء قبل او اثناء التمرين او بعد التمرين. جميل، ناخذ اتصال ونقول الو الو، راح الاتصال، ناخذ اتصال ثاني. الو 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 الو، هلا هلا والله، سعد لي مسائك. جزاك الله عامك بخير. وانت بخير وبصحه وسلامه، معنا من وين؟ معك فهيده. هاي هلا فهيده، عايش من سمع الصوت يا فهيده، عاشت أيامك يا أخ. فين الغيبة يا فهيدة؟ والله 6 شهور ظروف لي سبب وفاة أختي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب ويتغمدها برب برحمته يا رب العالمين. فهيدة الله خير يا أخي، والله ماني شيء، بس أني سمعت صوتي استاذ بها وقلت وجهه تحية، وكل عام هو بخير وهو ضيفه والمستمعين ودارة ألف ألف تحياتي لك. تسلمي يا فهيدة وانت بألف خير وبصحة وسلامة، سعيدين بسماع صوتك، يعطيك ألف عافية وعودا حميدا يا فهيدة. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو ألو. ألو، هلا والله، مساء الخير. مساء الأنوار، أول شيء كل عام وانت بخير وانت بألف خير. مين معنا؟ هدى؟ معك هدى. أيوه هلا يا هدى، كيف حالك هدى؟ الحمد لله تمام. تفضل يا هدى. أنا بس عندي نقطة بخصوص اللي إذا كان الشخص مسافر أو اللي هو مثلا يكون خصوصا اللي يكون في مناطق يعني كويس الجو فيها. إيه. فأنا دائما لما بكون مناطق كل جو فأستخدم رياضة المشي صراحة، أكثر من المشي سواء إذا كان وأستخدم يكون النوم بالليل ورياضة المشي بالنهار، أحيانا صعود السلالم الدرج، ما استخدم المصاعد، ما اشوفها تفرق هذه الاشياء، حتى خصوصا اذا كان الشخص موقف كثير جدا. جميل. يعطيك والاكل يكون اساسا الاكل، اذا كان في اشخاص الان اشوف احب اقدم النصيحه الان بعد العيد، شفت اشخاص يتناول الاكل ويقول لك انا بروح اسوي التمرين، واشوف الشيء هذا غلط، فحاب انكم تقدموا لهم نصيحه. طيب جميل، اكيد الكابتن حنوه على هذا الموضوع. ايش رايك كابتن؟ بالنسبة لموضوع الأكل كلامه صحيح جدا، المفروض أنه الأكل يكون قبل التمرين أقل شيء بساعة ونص، ساعتين إلى ساعة ونص أقل شيء، لأنه التمرين والبطن ممتلئ بالأكل قد يسبب إصابات من ضمنها الفتاق لا سمح الله، فلازم يكون واحد ماكل قبل التمرين أقل شيء ساعة ونص وفوق يعني أكثر من كده، كلامه صحيح مزبوط. جميل. وهل المشي وطلوع السلالم في السفر في الأماكن هذه أكيد يعني بيغني عن التمارين الكارديو اللي مثلا ممكن يسويها؟ أكيد، حتكلمنا قلنا من النصائح اللي قلناها أنه أثناء السفر فالشخص يحاول يمشي بيعوض عن التمارين الكارديو اللي في النادي، طلوع السلالم والدرج اعتبر تمرين مهم جدا للرئتين وللأرجل والصفاء عام وجميع الجسم يعني. جميل، كلام سليم. طيب نذكركم في أرقام تواصلنا مرة ثانية، 012-61-61-100 أو 011-217-85-85 لاستفساراتكم وللتواصل معنا، وتسألوا الكابتن إبراهيم عن أي شيء عندكم أي استفسار عنه، وأكيد عن طريق الاسمس تقدر ترسل استفسارك على STC 85140، موبايلي 66-301 وزين 70-13-13. طيب يا كابتن، مثلا في واحد له فترة بيلعب بالتمارين العادية، تمارين بناء العضلات والأشياء هذه، بدأ يمل، إيش نصيحتك له؟ إيش ممكن يغير تمارين؟ يتغير مثلا رياضة ثانية مثلا؟ لأنه في ألعاب في رياضات جدا كثيرة. أكيد بهاشوف صحيح، بعد فترة كده يتحس الشخص بملل من ضغط التمرين،
لانه اللعبه فيها اوزان وفيها رفع في الاوزان وفيها في شده في التحمل. المفروض انه اسلوب التمرين البرنامج جدولك يتغير، ما تثبت على جدول معين عشان ما تمل من 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 التمرين. برضو التنويع في 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 اهدافك في اللعبه مهم جدا، انه مثلا في البدايه تبني توصل لحجم فروض تغير، لا تبدا تقسم جسمك وتبدا تسوي لما موضوع تسريح العضله وتقسيم العضلات، هذا برضه يعطيك نوع من التغيير وعدم الملل. اضافه الى كده انه لازم انت كمان تضيف مثلا لعبه اضافيه جنب لعبتك، مثلا السباحه، ركوب الدراجه، اي رياضه ثانيه تمارسها عشان تكسر الحاجز الملل اللي انت فيه وتستمر في اللعبه وما تمل منها. يعني نقول مثلا كل 6 شهور الواحد يجرب لعبه جديده، او يحاول مثلا يدخل مع فريق مختلف، يحاول يمشي على تمارينهم من نوع من انواع التغيير. شوف انا اؤمن بشيء اسمه التخصص، تمام مثلا، لكن ضيف لعبه جنب لعبتك عارف عشان ما تمل، بحيث انه اذا قطعت مثلا من من لعبه تمارسها ومارست اللعبه الجانبيه والاضافيه هذه مستواك ما ينزل وما يقل، تبدا محافظ على جسمك وعلى مستواك، فاضيف لعبه ثانيه عليك مثلا السباحه زي ما قلنا، كره الطائره مثلا، تلعب مثلا الجري في الهواء الطلق عارف، قدم، سله، اشياء بالضبط، لعبه اضافيه بحيث انه ما تاثر على لعبتك الاساسيه، لكن تضيف لعبه ثانيه تكسر جو الملل اللي يصيبك اثناء الاستمراريه في اللعبه فتره طويله. صح، لانه انا اشوف كثير ناس توصل لمراحل جدا متقدمه في لعبتهم وبعد فتره يختفي. صحيح صحيح، ينتابوا الملل ويحس انه وصل لهدفه وبعدين ضاع ما في هدف جديد يوصل. هي المحافظه الصعبه وصلت لمستواك، المحافظه الصعبه، عشان كده احنا نقول دائما تغيير في روتين التمرين، مثلا تلعب 3 شهور على تمرين معين، بعد 3 شهور تغير جدول التمرين حقتك، عندك اكثر من جدول، جداول منوعه كثيره، عضلتين مختلفه تلعب، تقدم عضلة عن عضلة، أسلوب التمرين تغير، مثلا ما يكون مكرر عليك طول السنة عشان بس تكسر حيز الملل. ومثلا ممكن يلعب بوكسينج، يلعب كاراتيه، جودو، الأشياء هذه. طبعا طبعا، هذه تكسبه قوة زيادة ومرونة وشيء مفيد له المستقبل يعني. جميل. فاصل صغير وراجعين، خليكم على السمع مع الكابتن إبراهيم باحشوان في برنامج خليك وحش. خليك وحش. ومكملين معاكم في برنامج خليك وحش، معايا أنا بهاء الجمل والكابتن إبراهيم باحشوان ومخرجنا الجميل محمد اليوسف. أذكركم في أرقام تواصلنا لو حابين تتواصلوا معنا أو عندكم أي استفسارات بخصوص التمرين أو النظام الغذائي على 012-61-61-100 أو 011-217-85-85. وأكيد تقدر ترسلوا استفساراتكم على أرقام الاسمس على STC 85 10 40، موبايلي 66 3 0 1، وزين 70 1 3 1 3. كنا بنتكلم كابتن عن التنويع في الرياضة نفسها، يعني أدخل رياضة إضافية مثل التايكوندو، الجودو، الكاراتي والأشياء. صحيح. هذه البوكسينج. صحيح. ممكن فعلا أفصل 3 شهور على لعبة ثانية وبعدين أرجع للعبة اللي أنا مثلا أحبها أو تستهويني؟ لا، تضيفها جنب لعبتك، مثلا تخلي مثلا أنت لعبتك نقول 5 أيام في الأسبوع، ممكن تضيف عندك 2 يومين في الأسبوع إضافية، مثلا تأخذها مثلا كاراتيه، تايكوندو، جودو، بوكسينج، UFC، أي حاجة تكسر روتين اللي أنت مستمر فيه في لعبتك هذه، فبكذا ما حيكون عندك ملل وتغيير مثلا. والألعاب الثانية هذه بتقوي أشياء ثانية في الجسم، يعني يكون لعبتك أصلا ما بتوصل لها أو ما بتغطي لك الحاجة اللي مثلا تقوية العصب، التحمل،
الثبات، التركيز، أشياء كثيرة، ألعاب مختلفة. كلامك مزبوط جدا جدا. الألعاب الثانية بتطور مهارات ما كانت موجودة عندك أساسا في لعبتك الحسية، بتعطيك مرونة، بتعطيك قوة إضافية غير اللي عندك، بتعطيك قوة تحمل، بتعطيك ثبات، بتعطيك تفتح حتى ذهنيا، عارف ردة فعل سريعة لأنك أنت دفاع عن النفس. ذيك صحيح، فيها فوائد كثيرة جدا. فأنت كده كسبت لعبتين في وقت واحد، يعني بنيت جسم جدا مميز وشكل حلو، وأصبح عندك لعبة إضافية، لعبة الدفاع عن النفس، فيها مكتسبات كثيرة مرة ومفيدة جدا. صحيح. نتطرق شوية للكاراتيه، يمكن هي اللي تربينا عليها دائما. صحيح. الكاراتيه إيش الأشياء اللي تميزها هذه اللعبة؟ والله لعبة الكاراتيه من الألعاب العظيمة جدا، يعني عارف، وفوائدها مرة كويسة ومهمة جدا. طبعا الألعاب الجماعية بصفة خاصة عندهم روح الجماعية في اللعبة، اللعبة جماعية، ففيها فيها فيها انتماء للعبة، فيها 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 إخلاص للعبة، فيها تفاني، فيها فيها روح قتال، فيها فيها ولاء للعبة نفسها، ولاء للكوتش المدرب، عندنا فيه احترام كبير جدا، أقدرهم صراحة بطريقة احترامهم وتعاملهم مع الكوتش لكل لعبة قتالية ودفاع النفس. هي ألعاب يابانية على ما أظن أو شرق آسيوية؟ شرق آسيوية. شرق آسيوية بس تحديدا فعليا من الصين أو من اليابان على ما أظن، يعني يعتمدوا أكثر على الالتزام والانضباط في هذه الألعاب. طبعا طبعا طبعا، عندهم من الأشياء المهمة الالتزام والانضباط، عندهم التوقيت جدا مهم، عندهم الحضور والانصراف، فأنا صراحة معجب فيهم جدا. والتحية قبل للمدربهم طبعاً. احترام صحيح. الجو العام صحيح. طيب عندنا SMS في استفسار هنا، نخرج شوية عن الموضوع حق الألعاب القتالية. في سؤال عندي، هل فعلا ساعات الصباح الباكر أفضل وقت لممارسة الجري؟ سؤال جدا مهم. تكلمنا في حلقة سابقة قلنا فترات الصباح أفضل أوقات التمارين بصفة عامة، صفة عامة، يعني طبعا يكون مرحلة البناء وهرمون النمو في الجسم يكون بنسبة عالية مرة في الصباح، أعلى مراحله، أعلى مراحله في الصباح. الأكسجين في الجو بصفة عامة يكون في أعلى مراحله برضه في الجو، في الجو سبحان الله. عشان كذا قلنا وجعلنا النهار معاشا والليل سباتا، سبحان الله. ربنا قال في القرآن الكريم المفروض أنه نستغل فترة الصباح نتمرن فيها، وأبدأ بعد كده برنامجي أو دوامي أو نظام حياتي أكمله بطريقة اعتيادية، لكن أفضل فعلا فترة للتمرين فترة الصباحية. وهي لو أنت ما أنت صباحي صعب عليك في البداية، أي شيء في البداية هيكون صعب إلين ما يبدأ يتأقلم جسمك على البرنامج اللي أنت حابب تمشي فيه. أكيد. فعلا الصباح، يعني أنا فعلا كنت أنام فعلا، يعني أحيانا أنام على نفسي وأنا طالع الدرج في النادي أول أسبوع. فعلا كنت كان في صعوبة شوي. أعاني. صحيح. جسمي مو متقبل أن أنا أتمرن الصباح، لكن أول ما عدى الأسبوع جسمي، نشاطي، طريقة أدائي في يومي كله اختلف. لذلك بقى تشوف أنت المدربين المميزين دائما يجوا، مثلا مدربين كرة القدم، المدرب الشاطر المميز يفرض على اللعيبة تمرينين، تمرين صباح تمرين مسائي. صحيح. الفائدة كلها في التمرين الصباح، اللياقة، اكتساب القوة، اكتساب المرونة في التمرين الصباحية، يخلي فترة المسائية التكتيك بس، انه عارف كيف المهارات واكتساب المهارات. جميل. في استفسار ثاني، ممارسة الرياضة مرة او مرتين في الاسبوع هل هي كافية للحفاظ على مظهر جيد؟ لا، مرة او مرتين ما هي كفاية، أقل شيء ثلاث. مظهر جيد هو شيء، ركز على مظهر جيد. أنا كنت مع مظهر جيد يعني ممكن ثلاث مرات يعني لطيف. شوف في مثل يقولك no pain no gain، عارف. صح. لازم يكون في شدة، تبغى توصل لمظهر جيد ومستوى ملفت، ما في شيء يجي بالساهل، لازم يا جماعة نتعب شوية في التمرين، لازم يكون في جهد، يكون في تعب، لازم في عرق في التمرين عشان توصل للمظهر الجيد. هذه كلمة مظهر جيد ترى يبني عليها أشياء مرة كثيرة. صحيح. لازم نتعب، لازم نجتهد في أي شيء في الحياة، ما في شيء يجي بسهولة، عشان نوصل للمستوى اللي نبغاه لازم نتعب شوية. الناس اللي تمارس تمرين الكورة، لفت نظري إنك أنت بتقول لي الكابتن يخليهم يتمرنوا الصباح ويتمرنوا المساء. في ناس تقول لك أنا ألعب كورة مرة في الأسبوع مع العيال أو مرتين. هل يعتبر هذا تمرين؟
اذا كان طبعا اذا كان لعب حديد مثلا او لعب لياقه او ما يلعب الا الكوره الا الكوره بس يعني عندي اصحابي اقول له يخليه ما تتمرن مثلا او حاجه زي كده يقول انا العب كوره كل اسبوع عندنا كابتنيه شغل مظبوط كل ده. ملتزمين احنا يقول لي انا كلام ضمن صحيح ولا كان لعبت الانديه اناموا ولعبوا مره في الاسبوع صحيح وارتاحوا طبعا بالطريقه هذه انت تعرف نفسك ترى الاصابات تعرف نفسك الاجهاد تعرف نفسك كثير الاصابات اللي انا جالس اسمعها الايام هذه وفعلا يعني كل ما تتقدم في العمر كل ما نسبه تعرضك للاصابه يصير اكثر اكيد فمره في الاسبوع هي خطر عليك اكثر من هي فايده اكثر من فايده لك صحيح هذه رساله اوجهها لكل الناس اللي تقول لي انا العب كوره مو كفايه فعلا لازم تروحوا تتمرنوا اقل شيء 4 إلى 5 ايام في الاسبوع صحيح عشان تحافظ على المظهر الجيد صحيح تمام مو تكون خارق يعني انك انت محترف مثلا في لعبتك او حاجه زي كذا طبعا فعلا لعيبه الكوره ليس كافيا انك انت تروح تلعب مرة او مرتين في الاسبوع مع الشباب كورة أبداً. اذا انت بتعرض نفسك للخطر خلينا ناخد اتصال ونشوف مين معنا الو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك هلا والله بخير الحمد لله مين معنا من وين معك نادي بس انا ابغى قسم الجواز اسم الكريم اسم الكريم نادي من جدة نادي خلاص ماشي الكنترول حياخدك تحت الهواء وياخذ استفسارك نرجع للعيبة الكورة فعلا في ناس بتمارس لعبة واحدة وبتعتبرها هواية ويقول لك أنا هذا يعتبر بالنسبة لي تمرين فعلا زي ما قلنا هو بتعرض نفسك للخطر أكيد أكثر أكيد. ما بتعرض نفسك صحيح. للفايدة صحيح. طيب نرجع للألعاب القتالية شوية مزبوط الألعاب القتالية بتعلمنا الانضباط الاحترام للعبة والعمل الجماعي التحمل والتحمل الدفاع عن النفس ردود الفعل السريعه اكيد الرياكشن تكون ما متنبه دائما مستيقظ فيها 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 فوائد كثيره اللعبه القتاليه الروح الجماعيه التضحيه الصبر اشياء مره كثيره احيانا ترى تشوف لاعب الكاراتيه او التايكوندو ما عنده هذيك البنيه العضليه الكبيره مره لكنه مثلا يكون قوه في العصب يكون فيه التكنيك معين يعرف يدافع فيه عن نفسه باسهل طريقه عارف صحيح سؤال جانا متى تبدا العضلات اللي تبنت في خساره حجمها كتلتها العضليه بعد التوقف عن التمرين مزبوط طبعا هو السؤال هذا ممكن يجزر جزئين طبعا اذا كنت لاعب قديم مثلا عارف فاثناء التوقف ما راح تخسر في 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 فتره توقفك فتره قصيره قصدي يعني يبغى لك مثلا شهر واكثر يبدا يبان عليك الفرق ينقص في جسمك لكن اذا كنت مبتدئ خلال اسبوعين ترى انت تبدا من الصفر طيب ترجع تبدا من اول جديد جميل جدا جميل طبعا استمتعنا جدا كابتن بتواجدنا معك في برنامج خليك وحش طبعا أنا بغطي عن الزميلة سامية البيروتي لكن فعلا بستمتع جدا كل مرة أجي وأجلس الجلسة الحلوة هذه تفكرني في التمرين توعيني أكثر وأنا بستفيد أكثر كابتن إبراهيم من بعض التفاصيل فعلا يعني موضوع الكورة هذا أنا بتناقش فيه كثير مع أصحابي بيقولوا لي مثلا ما تلعب كورة أقول لهم أحس نفسي فعلا بتعرض لإصابة أكثر في عمري هذا بحيث أن أنا أقدر أتفادى هذه الإصابات أحاول أن أنا ألعب ألعاب بتكون فيها أمان أكثر رسالة توجهها لكل الناس اللي بيسمعونا اللي راجعين للتمرين بشكل مختصر بشكل مختصر عدم الاستعجال التأني في الرجوع التدريجي عدم الاندفاع والحماس في الأوزان لأنه نبغى الشباب في الأندية بتواجد أكثر بدون إصابات واستمتاع أكثر واستمتاع باللعبة عدم الاختصار في الوقت يعني خذ وقتك في اللعبة صح. أنت كل ما كنت قديم في اللعبة العضلة ترى زي الذهب كل ما قدمت كل ما حلوت وصارت أجمل عدم الاستعجال وفي التأني السلامة وحيوصل إن شاء الله كل شخص للهدف اللي يبغاه لكن استخدام العقل والتركيز أحسن من الاندفاع وبرا الأوزان
يعطيك ألف عافية كابتن، ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير، وعودا حميدا لنا ولكم، وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة يوم الأربعاء في نفس الموعد. خليكم على السمع ومستكملين في برامج المنوعة من عصريات، هيكون معانا مع سحر عبد الله ونهى سعدي، وجه لهم أجمل تحية. كنت أنا معاكم بهاء الجمل، في أمان الله.